خلال الساعات اللي فاتت انتشر مقطع فيديو صور من داخل المسجد الحرم في مكة المكرمة لتساقط تلج على الناس اللي بتعمل عمرة والناس اللي بتصلي والناس اللي بتطوف في الكعبة. والحقيقة المشهد والفيديو اللي قدام حضراتكم أي حد يشوفه مش ممكن مستحيل يظن إن المشهد ده مفبرك. ممكن الواحد كان يتخيل للحظة ان مشهد حقيقي والناس ماشية وبتاعه وماسكين شماسي وان المشهد ده حقيقي وان فيه تلج. وبالفعل ناس كتير جدا جدا شيرت مقطع الفيديو ده والناس يعني بتقول وبتتعجب. ويعني مشهد لما تشوف الفيديو قدام حضرتك مستحيل تقول ان هو متفبرك، ان هو بلغة كده السوشيال ميديا فيديو ملعوب فيه عشان يطلع شكل التلج ده بالمنظر ده. ولكن المدهش ان هيئة الارصاد الجوية في المملكة العربية السعودية اكدت ان الفيديو غير صحيح وان هو معالج بمؤثرات اضافية زي ما حضراتكم كده شايفين. الناس كلها عمالة بتتناقل هذا المشهد ومقطع الفيديو والصور من الكعبة. والحقيقة حتى اللي يفتح على تلفزيون المملكة العربية السعودية او القناة الخاصة بالحرم مش هيجد ابدا ابدا يعني اي مشاهد للتلج او حاجة يعني، ولكن كان مشهد غريب. والحال الغريب برضو في الامر يعني ايه السبب؟ مين اللي يخلي حد يعني يعمل او يفكر ان هو يعمل مؤثرات كده يعني كأن في تلج نازل في الحرم؟ شيء الحقيقة كان عجيب جدا وشيء غير مبرر لولا هيئة الأرصاد السعودية يعني نفت هذا الأمر ونفت صحة هذا الفيديو، قالت أنه هو فيديو مفبرك. برحب فضيلة الشيخ سعد بن جميل القرشي مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية. شيخ سعد أهلا وسهلا بحضرتك، كل عام وحضرتك بخير. كل عام وانت بخير أستاذ عامر وجميع مشاهدي قناتكم المفضلة وقناتكم التي تتسابق بالأخبار دائما وهي سباقة لنقل الأخبار الدقيقة والصحيحة سواء كانت في جمهورية مصر العربية أو في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، والاهتمام المتزايد على أن حرمين الشريفين اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، وارجوك يعني فعلا هو الفيديو مفبرك زي ما قالت هيئه الارصاد الجويه وما كانش فيه تلج ولا حاجه سقط في مكه المكرمه يعني. صحيح هذا الفيديو يعني حتى لو تبص فيه ما تعرفش الفبركه فيه كيف وامور الفبركه كيف طلعت فيه، ولا نؤكد كيف سوت فبركه فيه او انه غريبة جدا. من خلال نزول المطر انا يعني اقول كذا هو في احد الابراج المطلة على الحرم او على الكعبة وكبر الكاميرا شوية وكأن المويه نازلة او الضباب بتاع المطر. احنا الحمد لله والشكر والفضل لله الايام هذه نشهد موجة من الامطار الغزيرة حتى يعني ان شاء الله الليلة وغدا وبعد غد والاسبوع هذا كله سوف ان شاء الله تكون هناك أمطار غزيرة على مكة المكرمة على الحرم وعلى المدينة المنورة وعلى المناطق هذه تشهد هذه الأيام مطر خير إن شاء الله. طيبة وإن شاء الله أخبار طيبة وأخبار خير وأخبار مباركة والمياه والأمطار شيء نتفائل به جيدا في هذه الأيام. مطر مش تلج يعني اعتقد مطر ده شيء معتاد يعني، ولكن التلج ده شيء غير معتاد يعني بما يدل ان الفيديو ده بالفعل مفبرك يعني. فعلا هذا الكلام يعني لسه الحمد لله احنا ما نعيش الثلوج هذه بالظبط اللي تعيشها الدول الاوروبيه والامور دي. احنا الحمد لله عندنا الامور طيبه ودرجه الحراره في الليل يعني 14 12 الحمد حلو لله والوضع كويس الحمد لله حلو قوي قوي. طيب اعتقد دلوقتي ان الاستعدادات ان شاء الله لموسم العمره كل سنه وحضرتك طيب، خلاص داخلين على شهر رجب وشعبان ومن بعده رمضان يا رب يجعله عام خير ان شاء الله يعني وشهر خير للعالم كله يعني. اعتقد الاستعدادات دلوقتي خلاص بالنسبه لكم يعني. ابشرك احنا تجاوزنا 4 مليون ونص الان من بدايه العمره الى هذا الوقت، والان يتواجد حوالي أكثر من 600 ألف معتمر في هذه الأيام بين مكة والمدينة ويعني خلال الأيام القادمة حنعدي 5 مليون إن شاء الله تعالى، وسوف نبدأ
بالعد التنازلي 6 مليون، نتوقع إن شاء الله خلال رمضان سنتجاوز 10 مليون أو 11 مليون إن شاء الله، معتمر بأمر الله تعالى. هل الإجراءات الأخيرة بقى بالسماح ل يعني أنواع كتير من تأشيرة الدخول إنها تدخل للمملكة وبالتالي لأداء العمرة، هل بالتالي تتوقعوا كثافة كبيرة في العمرة خصوصا في رمضان السنة دي؟ هل هيبقى في يعني تنظيم معين للحد من الزحام؟ لا، احنا فتحنا المملكة العربية السعودية الحمد لله فتحت البلد الآن لدخول أعداد كبيرة من المعتمرين والزوار والسياح وكل من أراد البلد الآن، جميع أجواء المملكة العربية السعودية ومطاراتها ومداخلها ومنافذها البرية والبحرية تستقبل جميع أنواع التأشيرات حتى التأشيرات الشخصية. الآن أي حق من حق أي شخص أو مواطن سعودي يستخدم 16 شخص، 16 شخصا يحق له يستخدمها. صحيح. من خلال يعني الأبشر حقه، من خلال يعني موقعه، من خلال بدون أن يكون معه عنده شركة أو ما يكون عنده شركة أو عمرة أو يكون عنده صديق سعودي يعمل له دعوة، ومن حق المواطن السعودي إنه يعني يدعو 16 شخص، صح كده؟ 16 شخص. صحيح. وبالتالي الأعداد هتبقى كبيرة السنة دي خصوصا في رمضان. والله يا أستاذ عمرك قلت لك الكلام ده، إنه الآن بدأت اشتغالات الفنادق تتجاوز 90% الآن وحجوزات رمضان. أنا قلت لك إنها يعني في حالة كبيرة ما شاء الله، والسوق مع إنه هناك مؤتمر كبير سوف يعقد يوم 9 يناير للحج والعمرة، وزارة الحج ستستضيف 59 دولة إسلامية في هذا المؤتمر العالمي للحج والعمرة، وسيحضر جميع الوفود وجميع الدول التي سوف تكون إن شاء الله توقع مذكرة التفاهم مع وزير الحج على أعداد الحجاج هذا العام، وسوف يكون إن شاء الله تعالى الأعداد قبل كورونا إن شاء الله كما كانت، والحمد لله الوضع إن شاء الله مطمئن والأمور جيدة والأمور طيبة والأمور كويسة ولله الحمد والمنة. الحمد لله الحمد لله دايما دايما. شكرا جزيلا للشيخ سعد بن جميل القرشي مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، وقلنا نقول لحضراتكم اهو يعني ان الفيديو ده والصور دي كلها مفبركة، ويعني ارجو حضراتكم بقى تنتبهوا للامر ده، لان واضح جدا يعني ان هذا الامر غير صحيح، والفيديو ده والصور دي للثلوج في الكعبة ده فيديو مفبرك ومش صح.